أهم قطعة تكون عندك في المطبخ الفود بروسيسر بنسميها، اللي هي صانعة أو محضرة الطعام. خلينا نقول محضرة الطعام، هذه محضرة الطعام بتعمل لك تقريبا معظم أنواع العمليات المطلوبة للطبخ. طبعا احنا لما بنطلع عليها قدامكم شايفين انها عديد من القطع، فهذا يمكن تقلق ست البيت وتقول كيف وبدي استعمل كل هدول ولا شغلانه، ولكن لازم تتعودي عليها ولازم تستعمليها. والها نظام محضرة الطعام من افضل الطرق انك تستخدميها لما تيجي تعملي اي وصفه. اقراي الوصفه وشوفي ايش خطوات تحضير الطعام اللي احنا بدنا اياه. مثلا انا بدي ابشر جزر، انا عم بعمل سلطه، بدي ابشر جزر اول، فبروح بشر الجزر وبخليه في نفس المحضرة. بدي بعد هيك أبشر خيار مثلا، بروح عارفة يعني كل ما برمجت وقتي كل ما أنا استفدت. أولا ما غسلتهاش، ما ضرتش كل شوي أغسلها. باجي بقول مثلا بعد هيك بدي أعمل الدريسنج بتاع السلطة، فما بتديش فيه في الأول لأن حضطر أغسلها عشان بعد عارفة. فبتقدر أنت تدرسي الوصفة بتاعتك وتبرمجي الخطوات اللي بترتاحي فيها في الشغل وتستفيدي من كل هالمكونات بسهولة. الجزء الأساسي دائما عندنا في محضرة الطعام اللي هي الباول أو الطبق اللي هو العميق هذا، والشفرة اللي بنسميها الشفرة الفولاذية اللي بتبقى حادة. طبعا نكون مخليين بالنا هذه الشفرة أنا بثبتها بالطريقة هاي وبحط عليها الغطاء وأتأكد أني قفلته كويس. هوني بقدر أنا أعمل موضوع أو عمليات الفرم، عمليات الخلط، إذا بدي أفرم البصل، بدي أفرم الطماطم، بدي أفرم المكسرات، بدي أفرم اللحم، بدي أقطع مثلا لحم دجاج قطع صغيرة، أي شيء بقدر أقطعه باستعمال الشفرة الفولاذية. هلأ الشفرة الفولاذية زي ما قلنا للتقطيع، في عندي شفرة تانية بتبقى مش حادة مش شرط ما بتقطع بتخلط. لو بدي في بعض الوصفات بتنتبهوا بنقول مثلا بدنا نعمل نخلط السمنة مع السكر، ممكن استعمل هيك اشي، او كيك مثلا، او ممكن نخلط خليط الكيك الاش الحاجة اللي عايزة خلط ومش عايزة تقطيع، فبقدر استعمل هذه كنوع من شفرة خلط. ولكن كمان اذا حبينا في عنا احنا قطعة تانية بنقدر نستعملها للخفق، اللي هي القطعة هذه بقدر اثبتها برضو في داخل وأقدر أخفق الكريمة، أو زي ما قلنا خليط الكيك. لو بدنا خليط الكيك مثلا مع بياض بيض مخفوق عايزة هواء، أنا هوني هاي بتدخل لي الهواء، الشفرة دي بس بتخلط لي. لو بعمل مثلا بسكوت براونيز ممكن كل المكونات، لو بعمل بسكوت وبدي أخلط الزبدة مع السكر زي ما بنقول في بداية الوصفات، ننتبه بعض الوصفات بنقول الطحين نخليه مفتت ممكن أستعمل هاي. إذا بدي أدخل الهواء بروح مستعمل المضرب الشبكي، وإذا كانت الوعاء حتى صغير عندي يبقى أخطط أنا أعمل بياض البيض أول أشيله، بعد كده أحط صفار البيض مع السكر حسب الوصفة بيتأثر. طبعا أكون مبرمجة أنا حركتي كتير كتير برتاح لو تعودت عليها. نتكلم هلأ عن التقطيع. التقطيع طبعا إحنا عدة أنواع وهذه من أساسيات تجهيز المطبخ. إحنا ساعات بتشوفوا بعض الوصفات بنقول مثلا فلفل مقطع مكعبات، جزر مبروش، بطاطس مش عارف شرائح كذا، يعني مواصفات. فهون بقدر أستعمل الديسك بنسميه أو القرص التقطيع، بيبقى عندنا عدة أشكال. هذه ممكن تقطعي لي إلى شيبس اللي هي العيدان الرفيعة، وممكن حتى الجزر. عندي هون ممكن أقطع أبرش برش عريض، وبنفس الوقت هذا الديسك بستعمله على الناحيتين، لو ركبته بهذا الشكل بيقطع لي إلى شرائح. عايز أعمل شيبس، عايز أعمل خيار شرائح، عايز أعمل بطاطس شرائح، بستعمل هذا الجزء. وهذا بيركب على نفس اللي هي الأساس، وبرضه بثبت عليه الغطاء وبصير بحط حبة الخضار اللي بدي أستعملها بهذا المكان وبضغط عليها مع تشغيل طبعا الخلاط، فبتنزل لي شرائح رقيقة. في في عنا كمان نوع آخر من المبشرة اللي هي المبشرة الناعمة، كمان بقدر أستعملها على حسب الوصفة. الكرومب ساعات بقى الخس كل ممكن أعمله. ساعات عايز أعمل تبولة ممكن أعمل تبولة بتقطيع طبعا اللي هي الشفرة الفولاذية زي ما قلنا، فكل المكونات هاي بتساعدني. لو بدي أعصر طماطم ممكن يكون عندي في بعض الأنواع الأجهزة الفاخرة شوي بتوفر لي اتاتشمنت او ملحقات اكثر فائده، فهي بقدر انا احطها. بس لازم بنشيل احنا القطعه هاي، ممكن اشيل القطعه هاي واثبت اللي هو القطعه القصيره بتبقى مرفقه معاها. ساعات نحتاج في الوصفات طماطم معصوره، فممكن احط هذه القطعه، او عايزه جزر، التفاح، العنب،
كل هذه تعتبر عندي عصارة فواكه كتير رائعة، وإحنا لسه بنستعمل نفس الجهاز بس زي ما قلنا نستفيد منه بكفاءة. إذا حبيت برضو أشيل هذه القطعة واستعمل عصارة الحمضيات اللي هي الليمون والبرتقال، بقدر أحطها وأشتغل فيها في منتهى البساطة. ولو عايزة كمية صغيرة من البصل، البقدونس، الثوم، بقدر أستعمل الميني بروسيسور واحط فيها الشفره الصغيره اللي هي الفولاذيه للمكسرات. ساعات بدك تطحني شيء قليل فبقدر احطها. واهم شيء زي ما قلنا في الفود بروسيسر اني ما اخليها في الدرج، اخليها او في الدولاب، اخليها برا موجوده مع ملحقاتها، وبقدر احفظ ملحقاتها بهذا الشكل في يعني بيبقى دائما معاها بوكس هيك عشان انت كل هالمكونات هذه او كل هالملحقات هاي بقدر احطها بطريقه وارتبها بشكل معين اساس ما تاخذ ليش سبيس، كلها بتتركب على بعض فبتبقى موجوده عندك في سهل. هاي ممكن احطها في دولاب المطبخ اشيلها، ولكن هذه دائما انا شخصيا يوميا عندي لابد استعمالها فبقدرش احطها في داخل الدولاب يعني. وعمليه التنظيف بتبقى بسيطه وسريعه لانها قطعه كبيره، واهم شيء انه زي ما قلنا معلقه البلاستيك لازم معلقه بلاستيك طبعا بتسهل لك طبعا الشغل، بس اهم شيء اني ابرمج حركتي اني استفيد منها يعني. فهالمعلومات ان شاء الله تكون فادتكم في هذه الفقره السريعه.